طيب أهم شيء ترى دائما التفاصيل غير مهمة قد ما هي. يا ناصر فيك فرط حركة، تعال لب جنبي. سلطان صح؟ ها؟ سمعت انت كلامي مع ابو سلطان صح؟ سمعته. طيب. طيب ايش رايك عشان ما نشغل الشباب نطلع انا وانت هنا؟ بعدين دقيقة وش فيك مندفع انت كذا؟ ها؟ وش فيك مندفع؟ تعال. سمي ابوي حياك الله. انا بشوف عن الورقة. ها؟ بنشوف الورقة اللي شفناها. وانت فهمني يلا. سم. كم قيموا من العيال؟ 4 صح؟ صح؟ 3 قيموني. 1 قيم العيال. حلو؟ فيك مرتبك وانت اللي قيمت اعطيتني 10 واعطيتهم 10. انا ما قيم في خط مكتوب 10 والاعداد عبد الرحمن يوم جيت انا قال ميدي قيمك الجميري. ما صدق من اللي قيم؟ هو كم عطانا؟ ما اعرف والله. 10 10. حلو حلو. كم صارت كذا متعادلين انه في تقييم الاعداد. وانا متقدم عليهم ب 20 صح ولا لا؟ لان 30 10 لهم. حلو حلو. واخذوا هم في تصويت الجمهور 55 واخذت 45. فهمني الحين كيف خسرت انا؟ بس اقول كذا انت خسرت. قد مسكت خط طويل كذا مشغله بنوره. ما اسمع اغاني انا. طيب مشغل شيلات ماسك خط طويل يعني اطول خط مشيته كم؟ 500 كيلو. هذا اطول خط يعني انت ماشي 500 كيلو تجي تناقشني عشان مطبخ؟ اروح طياره. هو شكلكم من عائله غنيه. طيب ناصر انا ما سطح الموضوع لكن لا بس ابيك والله تجاوبني صحيح. والله العظيم لا جاوبك صحيح. خذني بقد على خذني بحلمك. انا عقبت على الموضوع اليوم الثاني لاني شفتك صراحه مستاء بعد الفقره ورجعت للدرجات. والله العظيم ان الفوز كان حليف شنار واللي كان مع شنار من فايز. طيب احلفت لك بالله العظيم. طيب يا قلبي هل تتوقع اني ادخل في ذمتي حاجه وفي الاخير مسابقه ودرجات؟ طيب قول لها الله. هل بيني وبينك حاجه يا ناصر؟ لا عشان لا. اخسرك لا سم. جاوب كيف فازوا؟ كيف فازوا؟ عن طريق الاقمار الصناعي، عن طريق الدرجات، درجه تقييم العيال 30. لا انت قلت ذاك اليوم هم ماخذين 55 يا سيد الفاضل. انت كلام لسانك 55 من هو 55 مش الدرجه النهائيه. 55 هي تصويت الناس في تويتر. اي تصويت الجمهور 55%. اللي هو كم عليه؟ اللي هو عليه 30%. 30% هم اخذوا 55 وانا اخذت 45 صح؟ يعني كم اخذوا هم؟ 55 30 اخذوا 30 اتفقنا؟ من 100 اخذوا 30. انت ليش تلخبط؟ لانك رحت هذه الدرجات مش مكتوبه عشان اوريها المتسابق، هي مكتوبه لي انا عشان اعرف احسبها. تدري كيف حسبت لها؟ ما خطأ حسبتك، انا سمعت حسبتك على الهواء. هي 55 هذا التصويت اللي في تويتر. حلو. اوكي؟ انا اخذه ومثلا خلينا نقول تصويت اليوم مثلا فيصل الدبالين حصل على 55 او سيف حصل على 55، كم يحصل على كم يحصل من 100؟ 55 ولا 45؟ لا ها يحصل على 30%. ياخذها كل ابوها 30%. يا اخوي انا عندي طريقة وسيف كم ياخذ؟ طريقة التقييم كالتالي من 100%. قل كذا تكفى حبة حبة. تمام خذني على قد خلاص. تمام عندنا 30% حقت ايش؟ جمهور تصويت الجمهور. وعندي 20% على ايش؟ الاعداد. يا سلام عليك ابوك في الجنة. انا يعجبني الرجل الفاهم بسرعه. وهنا باقي كم اخوي؟ 50. هل اصابعك سوا؟ اذا اخوياك مو بسوا. باقي لنا 50. احسب هذا جاء قيم اعطاك 10، هذا جاء قيم الفريق الثاني اعطاه 10، وهذا كل واحد 10. حلو. جوني من هنا 2 قيمت ب20، جوني من هنا 3 قيمت ب30. حد انت واخوياك؟ اخوياك اصيح عليهم تعالوا 5 قالوا احنا ما نبغى نجي الا 2. سم عليك نور ورب الكعبه عليك نور. حلو. الحين تقييم 50% للعيال صح؟ صحيح. حلو.
وتقول اذا قيمني واحد اذا قيموني ثلاثه اخذ 30 صح؟ صح. والعيال ياخذون 10 صح؟ لا القيمهم واحد. كل رجال يقيم بعشره. حلو حلو حلو. بيفوزون علي. اسمع. اسمع اسمع ناصر قلب قلبي تثق فيني؟ ليش انا بما تثق فيني؟ نعم. لا ايوه ولا لا؟ لانك لو تثق فيني بقفل عليك الملف، بقول لك يا ناصر بتقول لك آه خلاص فازوا عليك. هي مين بتسليك؟ والله العظيم انهم فازوا عليك. بس بقول لكم حاجه الحين بس ترى انا عندي شباب ودي اروح اسولف معهم. اخر نقطه تضرب. الحين انتم حسبتكم للجمهور اذا الجمهور اعطاهم 45 55 وانا هي نسبه وتناسب تعطيهم اياها كلها صح؟ لا تصويت الجمهور خطين في دقيقة اي خطين يا سلام عليك يلا تصويت الجمهور لو مثلا حصل فيصل الدبالين اليوم على 51 وسيف على 49 هنا عندي 30% اعطيها مين؟ فيصل عشانها اكثر صح؟ بس طيب انا في العيال ترك اكثر شيء سويت اليوم سلمت عليه حلو العيال 50% صح؟ سم. انا اخذت 30 وهم اخذوا 10، ليه ما تعطيني ال 50 كلها؟ والله فتوني فتح ممكن تصف هنا على الجدار وجهك الجدار بس لو سمحت وجهك الجدار ارفع يدينك خليك تطالب انا اقول لك ناصر انت ما تبغى تفهم احسب خليك في الجدار احسب لانه بيضرب مخك انت ما رقدت يا ناصر يعني واحد ما رقد كيف تبغاه يفهم الاليه تعال يا حبيبي ناصر تعال الله يستر عليك يا حبيبي تعال صوتي خذ هذا صوتك اضرب الناس اللي تبغى هنا اشتريها اضرب اللي والله الله. العظيم انك مهزوم في هذيك اللحظه تؤمن بالله خلاص حلفت لك لان مخك انت مو راضي يفهمني يا ناصر والله لا اخرب التقييم عليكم وانا اعلمكم خذ راحتك الله يقويك فيصل فيصل اسمعوني يا جمهور العزيز هو قال لي اقطع الصوت على ناصر يا شباب خوخ طيب في تقييم العيال ليه ضياء اذا ما زاد على ذا تعطيني 50 كلها صدق والله توني افتح مخكم عليها صح يلا اخر نقطه بسمع منك وشي الحين الجمهور إيه؟ اذا احد زاد عن احد لو نقطه تعطيه 30 كلها صح؟ نعم نعم طيب في العيال اذا احد زاد عن احد ما تعطيه 50 كلها لان هناك نسبه وتناسب هنا لا هنا واضحه اليه واضحه كل مقيم عليه 10 جوني 2 قيمت 20 جوني 5 قيمت 50 فهمه مو راضي يفهم يا فيصل فهم الاليه ترى في ميزه حلوه ها 40 قولها لا 40 خليه يهدى بس يهدى لانه ما رقدوا خليه يهدى ويسمعني بعد شوي صوته انا بروح عند الشباب هنا اسمع قولها الله في هذه الاثناء عزيزي المشاهد